هنا مسبيرو لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة الحقيقة هنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، هنتكلم الحقيقة عن قانون متكامل بتفاصيله، سنتوقف أمام مبادرة الحقيقة صندوق الأسرة، هنتكلم أيضا عن الدعم الكامل من جانب الدولة لالتزام بتوفير الدعم الخاص بذلك الصندوق، سنتحدث أيضا عن وثيقة التأمين الخاصة للأسر المصرية. كل ده هتكون فقرتنا الثانية النهاردة الحقيقة، وبيسعدني النهاردة أن يكون ضيفي الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو عميد كلية الحقوق جامعة طنطا. أما الآن فأصحابكم في أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. وأول خبر معي الحقيقة خاص بالزراعة. الحكومة زرعت 635 ألف شجرة بخطة العام المالي ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير. معي الهاتف الآن الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم وأستاذ المشاهدين. يعني الحقيقة أنا عندي سؤالين، السؤال الأول أهمية هذه المبادرة الرئاسية وانعكاساتها عن البيئة، والسؤال الثاني هو فكرة تنمية الحقيقة في النشء، فكرة التشجير وحبه للأشجار وزيادة المساحات الخضراء في مصر. الحقيقة خليني يعني أتكلم الأول عن أهمية المبادرة. الحقيقة هذه المبادرة من المبادرات الكثيرة والرائدة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي في الفترة الماضية. يمكن نصيب الفرد في مصر من المساحة الخضراء حوالي 1.2 متر، ودي قليلة بالنسبة للعالم. يعني المبادرة بتستهدف تقريبا حوالي 9900 موقع على مستوى الجمهورية، هيتزرع فيها تقريبا 6600 فدان بتكون صالحة للزرع. حضرتك تعلمي ان احنا عندنا يعني انواع مختلفة من الاشجار، فيا ترى هل هذه المبادرة سوف تراعي الأماكن اللي ممكن تزرع فيها هذه الأشجار ونوعيتها؟ يعني مثلا على سبيل المثال هناك أشجار مثلا زي الفيكس هتزرع لامتصاص عوادم السيارات، عندنا مثلا الكافور والجزورينا كمصد للرياح، عندنا البنجامين لإزالة الأتربة، عندنا بعض الأشجار اللي هي زي الصفصاف بتاخد المعادن الثقيلة من التربة، وبالتالي هذه المبادرة سوف تراعي المناطق اللي ممكن تزرع فيها هذه الانواع. هل فقط المناطق ولا ايضا يا فندم المحافظات والبيئه وما يحتاجه الاماكن للتشجير؟ يعني بالضبط هي نفس الفكره، هي المناطق او المحافظات، لان المحافظات سوف تشترك في هذه المبادره ووزاره هيئه الاسكان، وايضا المحليات تكون مشاركه في زراعه ال 100 مليون شجره. وبالتالي احنا عندنا كمان اشجار مثمره ممكن تزرع في بعض المناطق زي الموالح والزيتون والنب والرمان مثلا في بعض الاماكن زي المدارس والجامعات. وبالتالي هذه المبادره ليست مبادره عشوائيه سوف تزرع فيها الاشجار كده ودون دراسه، ولكن كنت هسال حضرتك هي هل مجرد ان هي بتبقى الاشجار بتزرع في اماكن عشوائيه ولا بتبقى في اماكن مجمعه؟ لا، في اماكن سيتم دراستها حسب مصادر اللي هي موجوده مثلا للتلوث او الرياح زي ما قلت لحضرتك، وزي المعادن الثقيله اللي هي تبقى فيها تقسيمه لهذه الاشجار على هذه المناطق بحيث فعلا هذه الاشجار مفيده للمكان اللي هي بتزرع فيه وليست بطريقه عشوائيه. تمام. فوائد الاشجار طبعا حضرتك تعلم كتيره جدا، اهم حاجه ان احنا هذه الاشجار بتقلل جدا من قضيه الاحتباس الحراري بامتصاص ثاني اكسيد الكربون. تقريبا الاشجار بتسهم في امتصاص ربع ثاني اكسيد الكربون الناتج عن النشاط الصناعي، وده شيء هائل جدا. وبالتالي كل ما هنزود عدد الاشجار كل ما هنقلل وهنحسن من قضيه تغير المناخ. عندنا الشجره الواحده حوالي بتمتص طن من الكربون سنويا. عندنا كمان من المهم ان احنا بنحسن نوعيه الهواء من التلوث، وده بينعكس على صحه المواطنين. بتقلل جدا من نسبة الإشعاع اللي واصل إلى الأرض من الشمس، وبالتالي بتحسن من درجات الحرارة، بتزود النتح، وبالتالي هناك فرصة أيضا لزيادة بخار المية والأمطار اللي هي بتفيد في بعض المناطق على سطح الأرض. عندنا أيضا الجانب الاقتصادي من الأشجار والعمالة وبيع الأشجار. كمان في نقطة مهمة جدا لزراعة الأشجار وهي حفظ التنوع البيولوجي. حضرتك تعلمي أنه في ثدييات وطيور وبراميات وزواحف بتعيش على هذه الاشجار،
وبالتالي هذه الأشجار أيضا بتحافظ على التنوع البيولوجي. ويمكن هناك مثل بيقول إذا أردت سماع أصوات الطيور لا تشتري أقفاصا بل ازرع أشجارا. وبالتالي هذه الأشجار كمان بتحسن لنا الحياة وبتحسن لنا الطبيعة. ده السؤال الأولاني بتاع حضرتك اللي هو أهمية المبادرة وأهمية الأشجار. خليني أدخل في السؤال الثاني اللي هو خاص الحقيقة بتربية النشأ، وإزاي يكون لدينا القدرة على فكرة التذوق البصري، لأن وجود مساحات خضراء ده بيساعد على أن احنا يكون عندنا تذوق بصري للأماكن. في كل دول العالم حقيقة بنلاقي مساحات خضراء بيتم الاهتمام بيها حوالين، حتى البيوت بيبادروا كل حد أنه هو يزرع شجرة قدام بيته. احنا عايزين نخلي الثقافة دي الحقيقة موجودة عندنا في بيوتنا المصرية. هذه الثقافة سوف تأتي من جزئين. أول حاجة الأنشطة التي تتم في المدارس والجامعات، يعني أولادنا الصغيرين من بداية KG1 وبداية دخول المدرسة لازم يتعلم نشاط زراعة الشجرة، إزاي يزرع الشجرة وإزاي يرويها وإزاي يحافظ عليها. وحضرتك تفتكر زمان كانوا بيعلمونا إزاي نزرع، كان في حصة الزراعة دي بالظبط. الزراعة دي كانت موجودة في المدرسة وفي نشاط كان زراعي كبير جدا في المدرسة. فأول حاجة منذ نعومة أطفال، يعني أظافر الأطفال، نعلمهم إزاي يزرع الشجرة ويهتم بيها، وإن ده حياته هي الشجرة ويهتم بيها ويحافظ عليها. بالتالي المناهج الدراسية والأنشطة في المدارس لها دور مهم جدا جدا في زرع هذا الشيء. وياريت كمان إحنا كنا بنقول اللي بيعمل مشروع زي مشروع التذكير يكتب مين اللي زرع الشجرة دي، يكتب اسمه عليها ويكتب اسم الشجرة. طبعا كنوع من أنواع الدعم للأطفال الحقيقة، هيخلوا عندهم حب شديد للزراعة، أيضا أن هم يحافظوا عليها، أن هم يسقوها بنفسهم، وهو ده المطلوب الحقيقة. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. ألف شكر لتفاصيل الخبر. تعالوا نطلع فاصل وارجعوا لنا مرة تانية. مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ ده مش طبيعي. صباح الخير يا عم ميلاد. ده مش طبيعي. كل ده ما بقاش بعيد انه يحصل بسبب تغير المناخ. بس مصر ابتدت تواجه تغير المناخ بمشروعاتها وإنجازاتها اللي بتحافظ على البيئة، منها محطات الطاقة الشمسية، وسائل النقل اللي بتقلل الانبعاثات. بدأنا ندور المخلفات ومعالجة المية علشان نعيد استخدامها، وطرق تانية كتير. دلوقتي جه دورك ترجع الطبيعة لطبيعتها. رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، والخبر اللي معاه الحقيقة ايضا خاص بوزارة الزراعة. الزراعة تعلن بالارقام التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022. مع الهاتف الآن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة. نتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور أحمد، يعني أعرف من حضرتك تفاصيل الخبر والحقيقة ما نحتاجه، الحقيقة مصر تحتاجه علشان نقدر إن احنا نستورد نوعيات أخرى أو نصدر من عندنا نوعيات زراعية جديدة. طبعا بالنسبة لتفاصيل الخبر، بداية يعني كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة خير. حضرتك بألف خير. وسنة سعيدة على مصر كلها يا رب. احنا في عام 22 الحمد لله حققنا طفره في الصادرات الزراعيه المصريه. بدايه من 1 يناير حتى 31 ديسمبر صدرنا تحديدا 6,450,000 طن، يعني ما يقرب من 6,500,000 طن لاول مره في تاريخ الصادرات الزراعيه المصريه هذا يحدث. وطبعا ده يعتبر انجاز كبير جدا في ظل التحديات العالميه اللي موجوده قدام العالم كله، زي ما حضراتكم شايفين ان في دول كتير جدا بدات تتعثر اقتصاديا وبدات تتعثر تجاريا. فالحمد لله رغم وجود ازمه روسيا واوكرانيا، رغم وجود تداعيات كوفيد 19 او اللي هو كورونا، برضو ازمات الحاويات والنقل البحري اللي في العالم كله، تقارير منظمه التجاره العالميه اللي بتؤكد ان في كساد على مستوى التجاره العالمي. ففي وسط كل ده لما مصر تطلع والحمد لله مش بس تحافظ على صادراتها، لا كمان صادراتها يبقى في زياده في النسب. فده يعتبر كمان ده يعتبر انجاز كبير جدا.
وطبعا فيما يخص السؤال اللي حضرتك سالتيه، ايه هي الاصناف اللي احنا ممكن نصدرها ونتوسع فيها؟ احنا دايما توجهات القياده السياسيه وسياسه الدوله بتصب على ان التصدير دايما يكون في صالح المواطن المصري والمستهلك المصري، وبالتالي احنا بنصدر المنتجات اللي هي في عندنا اكتفاء ذاتي منها وبيفيض من استهلاكنا المحلي، فبنصدر ما يزيد عن احتياجاتنا. فاحنا على رأس هذه المنتجات الموالح طبعا، اللي هي البرتقال واليوسفندي وكل منتجات الموالح، ودي يمكن اكتر حاجه بنصدر منها. ده اكبر كميه تصديريه منها، لان احنا عندنا في منها اكتفاء ذاتي. يليها طبعا البطاطس، يليها البصل، يليها الفراوله، يليها العنب، الرمان، البطاطا الحلوه، الفاصوليا، تفل البنجر، هي دي يمكن الاهم الاصناف اللي احنا بنصدر منها. وفي طبعا حاجات كتير زي بعض الخضروات زي الخضار والبطيخ والحاجات دي بنصدر منها بس كميات اقل شويه. طيب يعني هل هناك دول جديده يا فندم بيتم التصدير ليها، ولا هي نفس الدول الا من الاعوام الماضيه بنساهم في عمليه التصدير؟ دي حاجه. تاني حاجه، يعني الفاتوره الحقيقه اللي انا بدفعها الخاصه بالاستيراد، ازاي ان انا اقلل هذه الفاتوره في ظل وجود محاصيل متعدده في مصر ممكن يكون في اضافه لمحاصيل اخرى تفيدنا وما استوردهاش؟ هو طبعا فيما يخص الاسواق الجديده، طبعا مصر بتتوسع دايما. الحجر الزراعي المصري عام الخطه قويه جدا وخطه طموحه جدا للتوسع في الاسواق الجديده وفتح اسواق جديده. خلال اخر 5 سنوات من 2018 وحتى الان احنا فتحنا ما يزيد عن 80 سوق جديد. السوق بنقصد بيه المنتج بيتم تصديره لاول مره لدوله معينه. فلما نيجي نقول الصين مثلا، احنا فتحنا السوق الصيني للموالح، فده معناها ان احنا اول مره نصدر موالح للصين. لما نيجي نقول فتحنا سوق العنب للصين، فده معناها اول مره نصدر عنب للصين، وهكذا. فاحنا على هذا المنوال فتحنا اكثر من 80 سوق خلال 5 سنوات السابقه، وعندنا خطه مركزه جدا الفتره الجايه، بحيث ان احنا ان شاء الله خلال السنوات القادمه في 28 سوق جداد ايضا احنا مركزين عليهم. وصلنا حتى الان اجمالي صادراتنا، وصلنا ان احنا بنصدر ما يزيد عن 406 منتج نباتي بنصدرهم لاكثر من 160 دوله حول العالم. دكتور احمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزاره الزراعه، بشكر حضرتك يا فندم، الف شكر لتفاصيل الخبر. فاصل وارجعوا لنا مره تانية. مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ رجعنا لكم مره تانية ومصر بيحصل فيها ايه النهارده، والخبر اللي معايا الحقيقه خاص بوزير الاسكان. وزير الاسكان يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات السكنيه بمدينه العبور الجديده. احنا كلنا عارفين الحقيقه ان مصر الجديده بتستوعب مدن ومحافظات جديده. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عندي مدن سكنيه جديده، عندي خدمات جديده، عندي فرص عمل للشباب. هتوقف امام الحقيقه مدينه المنصوره الجديده ومدينه سوهاج ومدينه دمياط، يعني العديد والعديد من المدن الجديده لفتح افاق جديده للمجتمع المصري في مصر الجديده. مع الهاتف الان الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى الهواري المتخصص في الاسكان لنقف على تفاصيل الخبر. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. استاذ مصطفى، زي ما انا قلت يا فندم ان احنا واحنا بنتكلم عن مدن جديده، مجتمعيه جديده، يعني بتوقف امام الحقيقه مجتمعات متطوره جديده، فرص عمل للشباب، خدمات متعدده منها مدارس ونوادي. مش فكره فقط بس يا فندم هو تغيير المباني، ولكن ايضا الاسهام في تغيير العقول لدخول مصر الجديده بافاق اوسع. زي ما حضرتك قلتي ان المدن الجديده الموجوده احنا ما بنطررش القديم تاني. يمكن احنا كل المدن الجديده تابعة للجيل الرابع، بتشمل اسكان، بتشمل مرافق كامله، بتشمل كافه الخدمات، مع التشديد على يعني سرعه الانجاز فيها. احنا بنعملها في وقت قياسي على الرغم من الازمه الاقتصاديه اللي بنعيشها. في بالفعل فرص كتيره اتفتحت في عده مجالات، وخصوصا مع انتشار المدن في اكتر من الصعيد وفي وجه بحري، فوفرت للقاطنين المدن القديمه فرص عمل كبيره. ما بقاش في فرصه ان احنا لازم حد يغترب علشان يكون يلاقي فرصه عمل، لا، في فرص وفي كافه المجالات، لان المقاولات بتشمل حاجات كتير.
طيب يعني عايزة أتوقف يا فندم أمام كمان فكرة الشباب الحقيقة في المدن الجديدة. أنا لما بعمل مدينة جديدة زي ما حضرتك قلت الأول كان ممكن إن إحنا نخترب، يعني ممكن الصعيد يجوا القاهرة عشان يدوروا على شغل، لكن أنت بتخرج من نطاق محافظتك للمحافظة الجديدة للبحث عن العمل. إتاحت هذه الفرص للشباب هتخلق عندهم إيه؟ هي هتخلق عندهم دوافع كتير، يعني منها انا الدوله بقى ليها دور، انا في 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 فرص شغل. احنا دايما بنحاول ان احنا نقترب من زي ما حضرتك قلت من الصعيد لوجه بحري علشان اقدر الاقي فرص شغل. كان دايما التركيز القديم كله او فكر الشباب القديم كله لا، كله متجه ناحيه العاصمه ناحيه القاهره، ما فيش فرص موجوده غير في القاهره. لا، حاليا انا الفرص بقت موجوده، بقى في توطين لفكره الدوله داخل الشباب، فكره ان انا الدوله بتوفر لي فرص مع كمان ان هي بتوفر لي سكن. طبعا. يعني حاليا حاليا كله يعني ما فيش حد ما اعتقدش ان هو ما قدمش وخد في الاسكان، لان احنا بنعمل مشروعات عملاقه وبعدد كبير وفي وقت قياسي زي ما قلت لحضرتك قبل كده. فاكتر من فكره بتبتدي تبقى موجوده جوه الشباب، اهمها ان الدوله موجوده، يعني في دوله في مصر موجوده بتبص لنا. هي ما يميز ايضا الحقيقه المشاريع دي يا استاذ مصطفى هي فكره التكامليه، يعني انا مش بلاقي فقط الحقيقه مجرد مشروع سكني، لا انا بلاقي كمان عندي خدمات، بلاقي بنيه تحتيه، بلاقي مدارس، بلاقي نوادي، بلاقي طرق الحقيقه سليمه ممهده عشان نقدر ان احنا نتعايش في هذه المنطقه. خليني أكد لحضرتك حاجة، إن في توجيهات رئاسية من أكتر من 5 سنين مفيش تسليمات غير بكافة المرافق وكافة الخدمات. يعني أنا ما سلمش الناس ومفيش مواصلات ومفيش مدارس ومفيش مكان أجيب منه الاحتياجات الأساسية للبيت. فما دي اتغيرت، احنا كنا الاول بنستلم مرحله طبعا مرحلتها، ما بيبقاش في خدمات وممكن نقعد سنوات لغايه ما ننتقل الى المكان اللي احنا عايزينه. بالظبط، يعني كانت الفكره في السنين اللي فاتت كلها مين اللي يروح يقعد في الصحراء؟ لا، النهارده مفيش حاجه اسمها بقعد في الصحراء، انا بقعد وكافه الخدمات حواليا. الاسره في مدرسه موجوده، في مراكز صحيه، في نوادي، في طرق، في مواصلات، لازم كل ده يبقى موجود. في المرافق لازم تكون واصله لكل شقه، سواء كهرباء، ميه، غاز، مفيش المعاناه اللي كنا بنلاقيها قبل كده. ده النهارده ده موجود. فالمواطن مش محتاج غير ان هو يروح ويلاقي مكان يلاقي فيه كافه الخدمات بتاعته وشقه في متناول يعني في متناول الايد. أكيد أكيد. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى الهواري المتخصص في الإسكان، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر لتفاصيل الخبر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة. الخبر اللي معايا خاص بوزارة المالية، وزير المالية، الدولة الحقيقة بتساعد في زيادة نسبة الاستثمار من 62 اقتصادي وفرص أكبر ومشروعات للتحول الأخضر. مع الهاتف الآن الدكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، نتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير يا أستاذة أمنية، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب، وسنة سعيدة عليك، وسنة خضراء إن شاء الله. ان شاء الله السنين كلها خضراء وخير جاي باذن الله. ان شاء الله. خليني اتوقف امام فكره الحقيقه التحول الاخضر او تنوع المشروعات للتحول الى التحول الاخضر. خلينا في البدايه نتكلم على المستوى الدولي، هناك اتجاه دولي بالتحول الاخضر، مؤسسات التمويل التنموي في العالم بتربط تمويلاتها بعمليات التحول الاخضر. لما بنتكلم عن تمويل تنموي ده تمويل منخفض التكلفه بتقدمه المؤسسات في العالم، مصر بتتعاون مع ذلك وبتنخرط مع عمليات التحول الأخضر في العالم. مصر لديها استراتيجية للتحول الأخضر ارتباطا باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وما أبعد من ذلك. كان هناك لجنة وزارية مشكلة من ممثلين مجموعة من الوزارات بتعمل على هذا الملف، لأن عملية التحول الأخضر لا تقتصر على وزارة واحدة ولا تقتصر. طبعا لازم يبقى في تكامليه ما بين كل الوزارات بعضها البعض، يعني بالتاكيد طبعا الاحتفال الاخير كان متعلق بتكريم هؤلاء الممثلين، وده اللي اعلن فيه وزير الماليه مجموعه من التصريحات اللي كان منها ان الدوله المصريه سترفع نسبه استثماراتها الحكوميه الى 50% بحلول 2025. احنا عارفين ان الموازنه العامه بيكون فيها استثمارات حكوميه الدوله بتضخها في السوق مقدره في موازنه العام الحالي بنحو 400 مليار جنيه. هذه المشروعات بتحرك السوق، بتذهب الى شركات بتعمل في
قطاعات كثيرة من قطاعات التنمية في المجتمع. التصريح الآتي ده معناه أنه توجيه للشركات وتوجيه للناس اللي عايزة تتعاون مع الاستثمارات الحكومية أن مصر بتتجه إلى عملية التحول الأخضر حتى يمكنها الحصول على تعاقدات حكومية، فضلا عما أعلنه السيد الوزير. ومما يعني هنا يا فندم أتوقف أمام فكرة الدمج ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات الخاصة بالتحول الأخضر. الدمج له عدة أوجه. هذا هو الوجه الأول، بأن القطاع الخاص يحصل على عقود حكومية، وهناك أيضا حوافز بتقدمها وزارة المالية، كما أعلن السيد الوزير بأن هناك اتجاه نحو تقديم حوافز للقطاع الخاص في مجال في المجالات صديقة البيئة، زي تصنيع السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة بالرياح وغيرها من المشروعات الخضراء، اللي هناك دعوة دائمة خلال الفترة القادمة أن ينخرط فيها القطاع الخاص، سيما مع اتجاه مصر إلى التخارج من عدد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسات ملكية الدولة، واللي من خلالها القطاع الخاص مطالب أنه هو يقرأ التوجهات الحكومية، يقرأ المستقبل حتى يمكنه التعامل مع المتغيرات التي ستحدث خلال الفترات القادمة. أكيد. دكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ بنى الإنسان بيحتاج سنين طويلة، سهر، مجهود، وتعب، وأهل بيسندوا. وهدم الإنسان ما بيحتاجش إلا كدبة، سوء ظن الناس ممكن يهد كل اللي بناه. وقفها عندك، ما تنشرهاش. الأخلاق ما بتتجزى. رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، والخبر اللي مع الحقيقة خاص بالطقس. وكلنا متابعين ان بنجد الحقيقة طقس خريفي في بعض الاحيان، نجد ان الشمس بتطلع ثم تختفي ثم امطار ثم برودة شديدة ليلا. الخبر اللي معايا بيقول طقس خريفي بارد على القاهرة والدلتا. معي الهاتف الان الدكتور علي قطب، استاذ المناخ بجامعة الزقازيق، لنتوقف امام احوال الطقس خلال الأيام القادمة. مساء الخير يا دكتور. أهلا أستاذة أمنية، مساء النور يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور علي، وسنة سعيدة عليك. علينا جميعا يا رب، وعلى المصريين أكمل كده ونبقى في سعادة تامة إن شاء الله. هل إحنا دخلنا الحقيقة في ذروة الفترة الخاصة بفصل الشتاء، في برودة شديدة جدا ليلا، في تغير الحقيقة في الجو، ممكن ما بين ساعة والتانية ممكن نلاقي الشمس طالعة ثم تختفي ثم نجد أمطار ونجد برودة، وممكن نلاقي أيضا الحقيقة أن الطقس حار لكن ما فيش شمس موجودة. الحقيقة طبعا كل اللي قلتيه صح يا أستاذة أمنية، لأن إحنا لما يبقى في فترة تقلبات جوية أو حالة عدم استقرار بنشهد هذه الأمور كلها، إن الشمس تسطع سرعان ما تتكون سحب، تتكاثر السحب، تسقط أمطار على مناطق ولا تسقط أمطار في مناطق، بتتحرك هذه السحب من الغرب للشرق أو من الشمال للجنوب أو من جنوب للشمال على حسب اتجاهات الرياح السطحية والعلوية. كمان في طبقات الجو العليا الكتلة الباردة موجودة، فدي بتساعد على فرص تكون السحب الرعدية. كل ما كانت البرودة شديدة كل ما كانت السحب الرعدية أكثر فرصة لسقوط الأمطار الرعدية، وده موجود اليوم على سواحلنا الشمالية والدلتا والقاهرة، فرص لتكون هذه السحب الرعدية. عادة بتسقط هذه الأمطار الرعدية بعد سطوع الشمس، كل ما الشمس تطلع تسخن الأرض والهواء البارد فوق موجود عاوز ينزل والهواء السخن عاوز يطلع، فالتيارات الهوائية الصاعدة والهابطة بيعملوا حالة عدم الاستقرار. كل ما يكون فرق درجة الحرارة ما بين طبقات الجو العليا عند 5000 كيلو كده وسطح الأرض فرق كبير، كل ما كانت درجة الحرارة بتساهم بشكل كبير جدا
في نوعيه السحب الركاميه الرعديه، وده اللي موجود على مدار ال 48 ساعه اليوم وغدا تحديدا. وفرص الامطار قائمه ليست فقط على السواحل الشماليه والدلتا، ولكنها تمتد للقاهره ومناطق من جنوب القاهره وفي ايضا سيناء ومدن القناه، ولكن تدريجيا بتختلف حسب المنطقه وحسب التضاريس اللي موجوده للمنطقه وحسب قربها من المسطحات المائيه الموجوده. فبيدي احيانا الامطار تسقط على القاهره بعد العصر وتسقط في فترات الظهيره، السواحل الشماليه تسقط في فتره الساعات الاولى من الصباح وتسقط ليلا ايضا، وتختلف هذه المناطق من منطقه لاخرى. لكن خلينا نقول هو فعلا شعرنا بهذه البروده الشديده بعد ما شعرنا طوال شهر 11 وحتى يعني عاوز اقول شهر 12 الثلاث ارباع الشهر كله. ما فيش شتاء السنه دي، صيف حار بالتاكيد، والناس تخيلت ان ما فيش شتاء لان ذروه الشتاء موجوده في شهر 12 وشهر 1. شهر 2 بتبدا متوسطات الحراره تقل تدريجي ترتفع تدريجيا، وشهر 3 متوسطات الحراره ترتفع عشان هندخل في الربيع اللي هو يوم 21 مارس. فاذا هي موجات بتحدث تسبب حالات عدم استقرار، ثم يعتدل الجو، ثم تنخفض درجات الحراره، ثم حاله عدم استقرار، وهكذا هذه الفتره بتسمى بشكل موجات متلاحقه من الامطار ومن البروده. دكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق، بشكر حضرتك يا فندم الف شكر، وبكده بتكون اخبارنا النهارده انتهت.